جاهز ازاي؟ اولا في عندنا حدثين، السوبر المصري موجود في الامارات الحبيبه الشقيقه وسيذاع عبر ابو ظبي، وايضا بطوله الانتر كونتيننتال، سوبر انتر كونتيننتال، المباراه التي تجمع ما بين الاهلي والعين. سيبك من الاهلي والعين دلوقتي، لكن خلينا في السوبر المصري واستعدادات عامر عبد الله المعلق الاماراتي الجميل حبيب المصريين بصفه عامه والاهلاويه بصفه خاصه. والله يا كابتن، اول شيء احنا نفرح بالعاده السنويه هذه اللي اصبحت عندنا. يشكر الاتحاد المصري، تشكر الرابطه، يشكر مجلس ابو ظبي الرياضي. احنا صار عندنا تجمع جميل حلو كابتن شوبير، لما الجماهير المصريه في الامارات اللي لا يتسنى لها يعني حضور مباريات الاهلي او الانديه المصريه الاخرى، الانديه اللي لها عراقه ولها تاريخ كبير، لما كل واحد يجي وكانه بيشوف اهله، كانه بيشوف ناسه، نعم. كانه يعني مصر زيرته هنا. نعم. فهذه تكون مشاعرها حلوه. ايضا لما تشوف النظام الجديد والمقص والمربع الذهبي وفاينل، اجواءها جميله، وانت شاهد يا كابتن ان طبعًا. كل النسخ الماضيه كل نسخه افضل من اللي قبلها. ده صحيح، ده وكل صحيح. ويعني انا اقول لك بفريها العباره، ممكن يمر علينا الموسم الرياضي بهدوء تام لحد ما يلعب مثلا اهلي وزمالك، منتخب مصر، فجاه تحصل نفسك انت ناس كثيره بتكلمك في تذاكر، بتكلمك في حضور الماتش، في التصوير مع اللاعبين، الفندق، وهذه حياه كره القدم الحقيقيه. نعم. انت تعرفها كابتن شوبير، وتعرف معنى النجوميه، ومعنى لما الجماهير تستقبل والجماهير تتصور والجماهير تحيي. هذه بالنسبه لنا اصبحت يعني زي ما تقول، نعم. زياره مصر واهلها للامارات زياره سنويه، نعم. وفيها التقاء الاحبه، نعم. فهي بالنسبه لنا مناسبه سعيده جدا. بالنسبه للتعليق، يعني تعرف انت احنا لسه الجداول ما نزلته ومش عارفين، لكن ان شاء الله الواحد بتكون له مشاركه، وان شاء الله تكون مشاركه طيبه. وبالعكس يعني انت لما تحضر على الكره المصريه انت تحضر شيء مش صعب، لان مصر انا ابغى اقول لك اياها كمعلق، وانت في فتره من الفترات كنت تعلق، مثلا التحضير بالنسبه للمعلق لما تروح الى ارض غنيه بكره القدم انت تحصل حاجات كثيره. ايوه، انت وشطارتك هنا تختار ايه، تقول ايه، اي وقت ده يليق ما يليق. فانت لما تبحث في تاريخ كره القدم المصريه، النجوم المصريين والتاريخ المصري،